إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. إحنا في المعرض ديال تفاح ديال ميدس، اللي جينا اليوم اللي هو يوم الأربعاء، يوم الخميس 6 شتنبير 2022، وحنا بعد ما جينا صدفنا بعد التعاونيات هذو ديال سلاتان التابعة لدائرة ميل شيل اللي تبارك الله فيها جميع الأصناف ديال التفاح. وانتم كما كتشوفوا الجودة ديال الأشجار، وغادي نشوفوا نعطيو الكلمة الرئيس ديال التعاونية. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. اسم كريم محمد الرضي، رئيس تعاونية أفراسكو الفلاحية. وقاش أتت التعاونية عندكم؟ 2017. نعم. وشحال فيها من العمر؟ عندنا 49 منخرط. منخرط. نعم. وفي الأنشطة ديالنا درنا هذا الشيء كانوا تبلوا لي. سونسيكرون. نعم. لا جينيراتور. لي جينيراتور. باش نكملوا هذا الشيء ديال البراد. أي ديال البراد. وكنتمناو المسؤولين باش يديروا لنا شي تكوينات. هذا هو اللي بغيت نطرح عليك السؤال. شحال الادويه وشحال من حاجه؟ ما كتفهموش شويه في هذا الناحيه ديال التكوين الزبره والناحيه ديال الادويه. شويه وصافي، ماشي بزاف. والو خاصنا. ما كانش اللي كيسول ولا لا ما كانش يسول، ما كان لا الفورماسيون ما كان لا التكوين ما كان لا والو. نعم. لو كان قلت لي زعما باش يدور حتى الواحد ديال التبريد. نعم. حيت دابا بحال هذا تبارك الله، بحال الحالات كذا تبارك الله، سول وحده باش تحيد السلعه ديالك وتحطها في الوحده تيكون الثمن. دابا راه كنبيعوا الثمن غير ب 4 دراهم ثلاثة دراهم ونص راه شويه ديال المساعدة. غادي نعطي كلمة للاخ محمد الاسم كريم. الاسم كريم من جامع محاكم التعاونية، الرئيس ديال التعاونية ديال ادران اوراق. ما حاضرش، ما عنديش المزرعة، كان جيت تربى جيت حضر اليوم وجيت بلاصتو، ولكن كنطلب المسؤولين لان هادشي راه داروا الناس مجهودات كبيرة باش طلعوا هادشي عناهم الجفاف عناهم، ما كاينش لي زناد اللي غادي يمولنا جوا باش نخدموا باش نتجوا في الدم، راه ما كاينش. خاص الناس يضربوا في الكفاشي، وهذه التربات اصلا هي سابقه للزراعه ديال الفلاح. وهانتوما كما تشوفوا اخواني المشاهدين وكما سمحوا لكم رئيس التعاونيه ومكلف التعاونيه، هنا هذه المنطقه هذه ديال بوزمو وديال دائره تزرو افرا ويدين بصفه عامه اللي فيها تبارك الله هذه الكميه ديال التفاح وهذا الشيء. وحنا اش غادي نقول لكم، انا كاتب لي سابق مصلحه حمايه النباتات اللي عندي واحد الخبره ديال 48 سنه 48 سنه في هادشي ديال الصيانه وهادشي ديال المحاربه ضد الافات الزراعيه. انا راه الاشاره ديالي تحديدو بصفه عامه، ماشي غير نتوما، بصفه عامه، وحيت انا حتى انا ولدت تحديدو ولدت درت التابع لجماعات وتبات دائرة ايميل شيل اللي اول مره شفت الناس ديال جيت لبلادي. انا تحمس ندير معاهم برنامج ندير معاهم سميتو، وانا راه الاشاره فيما يخص ارشادات ديال التقليم ديال. وكنتمناو منك باش تقوم شي زياره عند البلاد ومرحبا بك. انا انا الزياره على حسابكم تبغيوها نطموها، وغادي يجي معايا واحد ثلاثه ولاد الناس بين هو هاد الناس بين هو هاد الناس هادو هاد الناس هادو راه كيخصهم تكوين، كيخصهم اللي غادي يشدهم اللي غادي يفهم لهم كيفاش يخدموا كيفاش يطيب كيفاش يعطيو التسميد كيفاش يعطيو هادشي ديال المحاربات ضد الافات الزراعيه. ولكن انا كنوعدكم انا اعطيكم الرقم ديالي وغادي نعطيكم باش نديرو كاتشي حاجه. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك. ليدا ليدا انا راه الاشاره مع المجموعه نضمو راسكم وهيئو ملا بغيتو شي خطره نديرو عندكم زياره خاصه باش نشوفو هاد المنطقه هادي نعطيوها حتى حنا بين هاد المنطقه هادي كتعطيها التفاح تبارك الله وهاد الخيرات هادو راه خص الواحد يعتني بهم. ليدا كنحييكم من معرض التفاح بميدات يوم 6 الخميس. الى فرصه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء. شكرا.